كلها كم يوم ويبتدي موسم وصول أسراب الطيور المهاجرة من أوروبا لأفريقيا وشمال آسيا. طبعا أبرز البلاد اللي الطيور بتجيلها هي مصر، ومع بداية الهجرة دي كل صيادين الطيور بيستعدوا علشان يصطادوا. لكن من ناحية تانية في تحذيرات أطلقتها بعض المؤسسات والجمعيات المتخصصة في حماية الطبيعة بعدم الإسراف في عملية الصيد عشان نقدر نحافظ على البيئة والبيئة ما تتأثرش بالصيد الجائر. يعني عايز اقول لك مش الصيادين بس، ده في وكالات اجنبيه كامله بتيجي، وانا افتكر ان انا شفتهم اكتر من مره في بورسعيد، لان هو بيبقى ده يعني خط الهجره بتاعه الطيور لاوروبا، وبيبقوا مستنينهم في توقيت معين علشان يقدروا ياخدوا افضل واجمل الصور اللي بتاتي فيها هذه الطيور او بتمر من مصر. خلينا نفهم الموضوع ده بشكل اكبر. معانا على التليفون الدكتور خالد النوبي، الباحث عبر تطبيق زوم، الباحث في مجال الايكولوجي او هجره الطيور، والمدير التنفيذي ايضا للجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا استاذ مصطفى واستاذه منى، صباح الخير. صباح النور على حضرتك يا دكتور. بدايه لما نيجي نتكلم نقول الصيد مصرح بيه ومسموح بيه، ما فيهوش اي معوقات ضده، لكن ايه اللي خلاكم كجمعيه متخصصه في حمايه الطبيعه تحذروا من ان يحصل اسراف في عمليه صيد الطيور؟ طيب بدايه انا بحب اشكر الدعوه الاستضافه في البرنامج الهام ده. اهلا وسهلا. هو طبعا الصيد مؤسسه اجتماعيه موجوده، يعني الانسان كان بيمارس الصيد حتى قبل اكتشاف النار يعني من زمان في كل البلاد، فما فيش حد يقدر يقول انه الصيد ممنوع. الصيد بالفعل حتى بالحكم القانون المصري هو مصرح به، بس اي صيد، كلمه صيد كلمه كبيره. فالصيد احنا لما بنتكلم عن الصيد بنتكلم على انواع يتم صيدها، بنتكلم على كميات من الانواع دي يتم صيدها. هل كل الانواع مسموح بصيدها؟ هل كل الانواع ينفع نصطادها؟ طيب هل نصطاد باي كميه، اي عدد احنا محتاجينه؟ كل ده اللي احنا بيشغلنا وبيشغل كل الناس في العالم. يعني دايما اداره الموارد الطبيعيه لازم تكون بشكل حكيم عشان المورد يحصل له استدامه، يفضل موجود. لانه لو كل الناس اصطادت كل اللي هي عاوزاه واستخدمت البيئه كما يحلو لها مش هتستمر معاه. فمن الفكره دي احنا وغيرنا، اي جهه شغاله في حمايه البيئه، بنتكلم في فكره استدامه الموارد البيئيه. والمورد الخاص اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو الطيور. الطيور دي لها اعداد معينه، بتتكاثر بمعدلات معينه، مش كل الانواع بتتكاثر زي بعض، مش كل الانواع عندها قدره انها تتعافى. يعني لو في نوع اعداده قلت هيتعافى ويكثر، في انواع ما بتعرفش تكثر بسرعه، وهكذا. كل ده بيحتاج مننا كمنظمات مجتمع مدني وكحكومه ان احنا ننظم عمليه الصيد. فالفكره كلها في التنظيم. تمام. طب هل القانون عندنا في مصر بينظم عمليه صيد الطيور دي، ولا ما فيش قوانين ملزمه للصائد، او الموضوع كله زي ما بيقولوا يعني اخلاقي؟ لا طبعا، هو في قوانين مهمه، والقوانين تطورت بشكل كبير في الفترات اللي فاتت، وفي قوانين دوليه وقوانين محليه. لما بنتكلم عن الصيد والطيور بالتحديد، الطيور دي ملك بلد محدد، مش ملك بلد محدد. بالظبط. الطيور بتهاجر عبر البلاد، فهي حمايه وصون الطيور هو مسؤوليه عالميه او مسؤوليه دوليه، لازم كل الدول تعملها مع بعض. لو في نتخيل مثلا الطائر اللي بيتكاثر في شمال اوروبا وبيسيب شمال اوروبا في التوقيت ده من السنه وينزل عشان يقضي فتره الشتاء في افريقيا، وبيعدي على دول كتيره يعني بالعشرات. فلو دوله او اثنين او ثلاثه عندهم قوانين بتطبق كويس، ده مش كفايه عشان حمايه الطائر برضه، لانه ممكن دوله اخرى يحصل فيها تجاوز وبالتالي الهجره بتاعت هذا النوع تتاثر. عشان كده في قوانين مهمه وفي اتفاقيات دوليه، على راسهم اتفاقيه حمايه الانواع المهاجره او اتفاقيه CMS، ومصر عضو في الاتفاقيه دي، واكثر من حوالي 180 او 170 دوله على ما اتذكر اعضاء في الاتفاقيه دي. ودي الاتفاقيه بتنص على حمايه الانواع اللي بتهاجر، اي نوع بيهاجر، مش الطيور بس، في كمان انواع في الميه بتهاجروا على اليابسه. فدي اتفاقيه دوليه مصر موقعه عليها. كمان في قوانين محليه، وزارة البيئة جهاز شؤون البيئة بيصدر
قرار وزاري سنوي بينظم عملية الصيد كل عام. طب ليه كل عام؟ لا دي بصراحة ده شيء كويس، لأنه المفروض القرار يكون مرن. افرض إن إحنا كنا سامحين بطائر يتم صيده والطائر ده أصبح مهدد، فلازم يكون عندنا فرصة سنوية كل سنة نراجع الأنواع المسموح بصيدها والأنواع الغير مسموح بصيدها. وده بيحصل في مصر، الحكومة بتعمله. إحنا دورنا في الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، بننسق وبنعمل أبحاث ودراسات بننصح بيها الحكومة المصرية. إحنا بننصح يعني من دراستنا إنه هذا النوع يتشال من الليستة، أو إحنا بننصح إن هذه المنطقة يمنع فيها الصيد فترة معينة، ما يبقاش كل الموسم مسموح وهكذا. فالحكومة بتعمل دورها في سن القوانين وتطبيق القوانين، وإحنا بنعمل دورنا في الأبحاث اللي بتدعم القرارات صحيح. الحكومية. طيب دكتور، انا كلام حضرتك ان كل دولة بيبقى لها قانونها الخاص، مفيش نوع بيبقى من الطيور كده في اتفاقية او في مناشدة من الجمعيات المختلفة انه ده يتم منع صيده في مختلف الدول مش بس في مصر او غير مصر، يعني رحلته طبعا هو طبعا آمن في مصر ويخرج من مصر ممكن حد يصطاده او العكس. طبعا كلام حضرتك مظبوط 100%. في انواع مهدده بخطر الانقراض، وفي جهه اللي هو الاتحاد الدولي لصون الطبيعه هو اللي بيعلن وبيعمل ابحاث هي اللي بتقول انه الانواع دي مهدده وغير مهدده. فالمفروض الانواع المهدده بخطر الانقراض لا يتم صيدها، والدول بحكم الاتفاقيه الدوليه دي اللي انا بتكلم عليها المفروض انها بتلتزم بالكلام ده. بس طبعا في النهايه يعني والكلام ده مش في مصر بس، في اغلب الدول بتسن قوانين وكده، بس انها الراجل اللي بيصطاد عليه مسؤوليه، لانه الصيد بيتم في اماكن بعيده، يعني ما حدش هيكون قادر يمشي مع كل صياد، فلازم الصياد نفسه يكون عنده مسؤوليه ويلتزم بالقوانين. صحيح. طب سؤال الأخير يا دكتور، إيه هي أنواع الطيور المسموح بصيدها، وإيه هي أنواع الطيور اللي بيحظر صيدها أو بيمنع صيدها أو بيفضل عدم صيدها؟ سريعا كده، 1 2 3 4. زي ما اتفقنا يعني كل الأنواع المهددة بخطر الانقراض، هو في القرار بينص على أنواع بيطلع كل سنة. إحنا بندعو الناس إن ممكن تتابعنا على الصفحة بتاعتنا على السوشيال ميديا، الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إحنا بنحط الأنواع كل سنة اللي مسموح بصيدها ولا لا. بس مبدئيا يعني في أنواع البط بشكل يعني أغلب أنواع البط مسموح بصيدها، ما عدا نوع أو اثنين مهددين اللي هو اسمه البوتشارد أو الحمراوي أو الحمراي، ده مهدد وغير مسموح بصيده. في أنواع القمري والحمام، كل الأنواع غالبا مسموح بصيدها في مصر ما عدا نوع واحد اللي هو اسمه القمري أو التيرتل داف، اللي هو ده نوع مهاجر يمامة كده فيها 3 خطوط في منطقة الرقبة، ده نوع مهدد بخطر الانقراض وأعداده في تناقص كبير. اللي احنا بصراحة بنصيده في مصر برضه بيتم، وده غير قانوني وغير مسموح بصيده إلا إنه الناس بتصطاده، العصفوريات أو السونج بيردز، أو اللي هي كل الطيور الصغيرة اللي في حجم العصفور العادي دي غير مصرح بصيدها، ويعني هي حتى حجمها صغير والناس بتصطاد منها للأسف كميات كبيرة، وده بيشكل تهديد يعني على اتزان النظم البيئية في مصر. كل الشكر ليك الدكتور خالد النوبي، الباحث في مجال إيكولوجيا هجرة الطيور والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة. شكرا جزيلا لحضرتك.